علاش بلادنا ولات قايمة على الكذب؟ في الحقيقة لا يمكن الجزم بهذا. C'est un jugement de valeur. Le jugement de valeur est subjectif. هو تقييم شخصي والتقييم الشخصي هو شخصي. هذا شنو نجم نقول أنا في الموضوع هذا؟ لا يمكن الجزم بهذا. الواقع اللي نعيش فيه اليوم هو أكبر جواب للي تشحوا فيه. معنا هاك تشوف الكذب، هاك تشوف هاد. خلنا نبدوها من اللي هي السلطة، يسمى المفصلية اللي موجودة هنا في تونس، اللي هي مجلس النواب. هاك تشوف، هاك تشوف اليوم في أثار الكذب، هاك تشوف اليوم في انعكاس هذا الكذب، هاك تشوف اليوم اللي مجلس النواب ولا مرتع، مش عارف، لا مسؤولية، فما شكون يجري على الآخر، الأخرى تضرب الآخر بساك، الآخر يستقيل لأنه بيعوا عليه، والآخر يحب يستقيل بكري لأنه مش هو يعين رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة ما يقبلوش يطيحوه ينحل برلمان. تشوفوا كلها في انعكاس هذا الكذب. واش كل متضرر؟ متضرر فيها الشعب، متضرر فيها انا وانت، متضرر فيها الزوالي، متضرر فيها الناس اللي في كامور تو في سخانه، في 43 سخانه في الصحراء، اللي يجروا ويحوموا على اللي ترميم الثروات واللي وعدوهم بها، وترميم ثرواتنا وترميم ثرواتنا والبترول وحقنا الطبيعي. ولكن اليوم هكا تشوف انعكاس هذا الكذب. انا غالب معنا شيء بالحق، معنا شيء اسف والله، من مضحكات مبكيات. صحيح هي في الصغر علمونا بالكذب حرام، صحيح من كنا في صغار لا ما تكذبش ربي يهرقك وترشنيه ويهزك من عينيك وترشنو، لكن الله غالب. نشوف اللي الانسان ينساقر الكذب غير ما يشعر.